صباح الفل. النهارده انا صاحي بدري جدا، عامل سيت اب معين شويه عشان نجرب نعمل فوتج حلو النهارده. بوبينج وستيك بيتنج، وهنشوف هنعمل ايه تاني. استخدم اليزوري البريزم. هجرب اكاست بالبوبر. البوبر دي دايفنج بوبر، فبتعمل اكشن تحت المايه اكتر ما هو فوق المايه. انا بحاول اضرب كينج ماكريل. استخدم النهارده دايوا بي جي 6500 ودايوا سبيت فاير 2 متر 90، الكاستنج ويت من 14 جرام ل 57 جرام. السيت اب ده حلو، يعتبر بداية الهيفي او يعني ميديوم هيفي ليتس سي، بس هي الرد الاكشن بتاعها هيفي. انا بحب الاول ابدا بان انا بعمل شويه دوشه بالبوبر، بعد كده بنقل على ستيك بيت، وبعد كده بشوف ايه اللي ممكن يمشي احسن. في بيت في المايه، اول ما وصلت لقيت البيت بينط، فالبيت شالو، بس من الواضح ان احنا برضو في very low tide، او مش هنقول very low tide، low tide، والتايد طالع شوية، هيبتدي يطلع. برضو لما يبقى الرود بتاعتي not stiff. اوبا يا دراكو يا جميل، تعالى يا حبوب. انت ايه؟ ماشي. طيب ده في سايزز رهيبة. يا رب نلكع. هو برضو انا بحس الدروك بيمثل اوت، مش عارف، بحس ان هو ممكن يضرب على البوز اكتر ما هو على الريتريف في حالة البوبر على البيتش يعني. انا برضو ايه، لو تاخدوا بالكم بطأت السترايك بتاعتي، بطأت سوري الريتريف بتاعي، فحصل اكشن. لما الرد تبقى سوفت شوية على البوبر، بحب استخدم التكنيك اللي انتوا شايفينه ده، يخلي البوبر تضرب شوية على وش المية، تعمل صوت اعنف من يوجول، لحد لما بتقرب مني قوي والموضوع بيبقى too much upwards action، بضطر ان انا اغير. انا نقلت على سيت اب اخف شويتين. ده المكنة 4000 لجالس دايوا لجالس، والرود ميجر كرافت سول برا 15 جرامز ل 40 جرامز. رود من احلى الرودز دي بتاعت شور جيجنج، من احلى الرودز اللي انا استخدمتها عامة. انصح اي حد يجيبها لو لقاها. اجرب بقى استخدم الاول جيج اول بلو سيلفر زيبرا سلو. بعرف اعمل بيها سكيبنج شوية. الليدر ده 30 ليبرا، ف يعني
سايز الدراكة اللي انا شايفها بصراحة هتقصه، بس let's say ان احنا at least يبقى عرفنا ان احنا عندنا مشكلة في موضوع الليدر سيلفر، ونشوف بقى نحل المشكلة دي ازاي. طبعا سيت اب اخف بكتير قوي، الذ بكتير قوي في الاستخدام. انا مش عايز انزل تحت قوي، محتار بصراحة. هبدأ الدنيا اوفر كاست جامد شوية. طيب احنا معانا سمكة، I think ان هي سمكة ضربت على سمكة which is very weird. هنشوف ايه النظام. دراكة صغيرة غالبا. very very interesting على جيجاية. very very small. ماشي براحتك. طيب احنا بنحاول ان احنا دلوقتي basically to keep tension على السمكة طول الوقت، وفي نفس الوقت مش عاوزين نلود too much على الهوكس وعلى ال على ال على السيت اب اللي معانا. احنا معانا 30 ليبرا، فا it's not too much. انا بحاول اتعب السمكة خليها براحتها. بسم الله. it's getting very close.
نديلها وقتها، مش مستعجلين على اي حاجة خالص. سلولي سلولي يا سلام. ادراك هنات بات خالص، سايز جميل على ججاية، فيري فيري سمول. في الريزلت اوف، ثانية واحدة سمكة زي الفل، very healthy على شجاعة صغيرة، which is very very good. طيب احنا هنكمل شورت جيجينج، لسه ضاربين دراكة ميديوم سايز لذيذة. انا هستخدم سيلفر بينك 20 جرامز، حاجة في السمول سايز قوي. انا ابتديت اشوت جيج عشان انا شايف ان السيرفس اكشن قل قوي، فدلوقتي انا واخد الابروتش بتاع اني بحاول جو تو ميد ووتر وبوتوم شويه، والسجستشن ده كان سكسسفل لانه ضربت سمكيه. كان حظي كويت لاكي ان السمكيه جت من بره بقها شويه فما قطعتش. اوه ماشي، معانا سمكية تانية، معانا دراكاية تانية. طيب that's very nice. طيب نفس الفكرة، احنا هنحاول نخلي فيه تنشن. السمكة كده كده at some point هتبتدي تتجنن شوية وتبتدي تجري، فأنا ايه I'll keep it easy، احط تنشن عليها زي ما انتوا شايفين اهو. فيرست ران اهي، طيب يعني نطلع بقى من السيتويشن دي بان احنا فيري سمول بيت. سمكة قربت، انا هسيبها تجري شوية عشان انا ايه مش عاوز اريسك قوي، هسيبها تجري. سيبها براحتها خالص، تتعب شوية وبعد كده ابتدي ريتريف. اهي بتجري براحتها، ماليش دعوة بيها خالص، حاطط تنشن جست ان كيس ان هي تلف عليا. ابتدت تلف اكشلي عليا، فكت للأسف، فكت ماشي. هنشوف بقى ايه اللي حصل. غالبا ده هوك اتفرد، اكشلي مفيش حاجة اتفردت، unlucky ولكن why not، نجرب تاني. مش متأكد قوي الغلطة فين، بس ميبي كنت المفروض ابقى اعنف سنة
مش عارف. لا انا I think I did good، سبتها تجري ما اتجننتش عليها، ما didn't risk ان انا لوز الهوكس بتاعتي تفتح او اي حاجة. انا بستخدم زجاجة صغيرة قوي 20 جرام سيلفر بينك، متهيألي الزجاجة دي 6 سنتي، ولا حاجة يعني it's very small. أنا النهاردة عاوز أوريكو الجداية اللي was very successful معايا، pink glow very very common إن هي تبقى عندها success مع الدروك for some reason. السايز واضح إن هو ميني وبيضرب سمك كبير جدا على فكرة، مشكلته الوحيدة انه ممكن يتبلع بسهولة جدا و you lose جيجات كتيرة، و الجيجات اللي بالطريقة دي مش محتاجة ان هي تكون في اي حتة في الحتة الاكسبنسيف قوي. I think ان في حاجات كتيرة كوميرشال في السوق لذيذة مفيهاش اي مشاكل، الواحد ممكن يجيبها يجرب تقطع منه مفيش مشاكل، مش هيقعد يزعل عليها. احسن بكتير قوي من ان انت تجيب حاجه غاليه وتقطع منك ومبقاش معاك حاجه وتبقى مش عاوز تستخدمها. فماي تيب از ديفينتلي تيك كير من فكره ان البيت السايز بتاعه عامل ازاي. لو البيت السايز بتاعه صغير ميك شور ان انت تستخدم حاجات تماتش البيت سايز. النهارده البيت كان صغير ومن الواضح ان كان فيه سمك كبير ولكن مش بيضرب على ستيك بيتس، مش بيضرب على بوبرز، كان انترستد في البوبرز الصغيره بس وزن سو لاكي، فالعمليه ماشيه في اتجاه الحاجات الصغيره. فيوز البيتس اللي هي قريبه تو البيت سايز،